افتتح وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي وحدة العلاج بالأكسجين المضغوط التابعة لوحدة جراحة الأوعية الدموية في مستشفى مبارك الكبير، وذلك لتلبية الحاجة الملحة لعلاج العديد من الأمراض أبرزها علاج جروح مرضى السكري. العوضي صرح على هامش تدشينه لوحدة العلاج بالأكسجين المضغوط أن مستشفى مبارك الكبير يعتبر صرحا تعليميا لطلبة كلية الطب في جميع التخصصات، حيث يجدون فيه بيئة تعليمية محفزة وفرصا للتدريب العملي الشامل. في عالم يعتلي فيه التعليم والمعرفة، يظل مستشفى مبارك صرحا تعليميا بامتياز لطلبة كلية الطب، ناهيك عن وجود خدمات متقدمة بما في ذلك وحدة جراحة الأوعية الدموية التي ضمت حديثا خدمة العلاج بالأكسجين المضغوط. في مستشفى مبارك لعصر تدريب جميع أطباء وطلبة وما زال يستقبل طلبة وأطباء كلية الطب وقبل تخرجهم وبعد تخرجهم. هذا المركز وهذا المستشفى الذي يقع في قلب دولة الكويت وما زال هو القلب النابض وما زال هو الذي يعني تجيله الحالات، لكن يظل وحدة جراحات الأوعية الدموية تمت 40 سنة صامدة، ما يقارب 40 سنة باللي بدأها وباللي شارك فيها وباللي ما زال يعمل فيها. واليوم كذلك نفتتح جهاز العلاج بالأكسجين للحالات المستعصية والصعبة. في السابق مرضى قدم السكري كان يتم ابتعاثهم للعلاج بالخارج، أما الآن تم توفير وحدة العلاج بالأكسجين المضغوط في مختلف المرافق الصحية ومنها مستشفى مبارك الذي سيبدأ بتوجيه هذه الخدمة لمرضى قدم السكري ومن بعدها لتشمل عدة أمراض. نبتدي بالعلاج مثل ما قلنا الجروح خاصة القدم السكرية، وراح نتوسع شوي شوي أن أي مريض عنده اللي يسميها قرقرينة أو خاصة إذا كانت فيها غاز قرقرينة يحتاجون أكيد العلاج بالأكسجين. المرضى مالت الالتهابات في أي مكان بالجسم فعليا. العلاج في الأكسجين المضغوط أحد العلاجات اللي توفرها الدولة، احنا فخورين فيها، لمرضى الأوعية الدموية اللي عندهم الجروح الغير ملتئمة، بالإضافة إلى غير الأمراض الجراحية نستفيد منها في الأمراض غير الجراحية مثل التسمم في السي او بويزنينج والحالات الإضافية الأخرى. هذه الخدمة لا تمثل مجرد علاج فرعي بل هو أساسي من خطة العلاج، يعزز تدفق الأكسجين إلى الأنسجة المصابة، تسهم في تحسين التئام الجروح وتقلل فترة الاستشفاء. الخطوة الأولى بالقسم الأوعية الدموية نحاول نفتح الشرايين المسكرة، إذا وصل الدم المكملات للخطة العلاجية واحدة منهم هي العلاج بالأكسجين. تحفة هندسية من الرعاية. في هذه الوحدة يوجد جهازان، كل جهاز يستوعب 6 مرضى مزود بكوادر طبية وفنية مؤهلة. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.